مساء الخير، عاملين ايه؟ ازيكم؟ ايه اخباركم؟ انا النهارده جايلكم طبعا، يعني بعتذر لكم يعني عن المده اللي انا قعدت فيها منقطع عن الفيديوهات، وده بسبب حاجات ياما يعني حصلت معايا، بس الحمد لله. يعني كان في شويه اعطال في الادوات وفي الحاجه وفي الجهاز و شوية برضو يعني ظروف بالنسبة لي أنا برضو خلتني مش قادر أوفر وقت إن أنا أسجل فيديو أو كده، بس أنا بعتذر لكم وهنواصلوا فيديوهاتنا بإذن الله، وإيه وهنعملوا الحاجات اللي احنا اتفقنا عليها بإذن الله كلها. والنهاردة أهو بكلمكم عن الهارد. احنا كنا قبل كده نزلنا العاب على الفلاشة، وعرفنا ازاي ننزل العاب على الفلاشة ونحذف الالعاب من الفلاشة، لكن النهاردة هكلمكم على الهارد، ان انا هنزل عليها الالعاب مباشر على طول، تمام؟ وازاي برضو لو مش عايز لعبة بحذفها، والبرنامج المستخدم في كده طبعا هوريهولكم دلوقتي اهو. البرنامج اسمه وين هيلب اهو، وين هيلب اهو، تمام. وين هيلب ده هو البرنامج اللي بيتحكم في الهارد بتاعت البلاي ستيشن، ان هو يحط لها العاب، ينزل يشيل منها العاب، يفرمط الهارد، تمام. فهو بيعمل حاجات كتير، وفي برضو جزء في التصليح بتاع الهارد اشرحه لكم بالتفصيل ان شاء الله النهارده، تمام. بس طبعا قبل ما تشغل برنامج الوين هيلب لازم تتأكد ان الهارد بتاعتك واصلة بالكمبيوتر، تمام. هي طبعا هارد البلايستيشن ما بتظهرش، يعني دلوقتي ده انا عندي بارتيشنات اهو، البارتيشن اللي عندي دوت عندي خمسة، تمام، غير الدي في دي. دلوقتي انا لو حتى وصلت الهارد بتاعت البلايستيشن ما بتظهرش كبارتيشن هنا، تمام، بتبقى بارتيشن مخفي، تمام، لان طبعا الفورمات بتاعها بيمشي مع البلاي ستيشن بس ما بيمشيش مع الكمبيوتر، فمش هتبقى ظاهرة، لكن هي بتعلم على الكمبيوتر وبتعمل صوت، وبتشوف الايقونة تحت هنا كده اهو، اهي لازم تشوف الايقونة هنا كده، وهوريكم كل ده دلوقتي حالا اهو لما نوصل الهارد بتاعتنا. خليكم معايا، هتسمعوا الصوت برضو زي الفلاشة بالظبط. تمام كده، كده احنا سمعنا الصوت الهارد لما وصل بالكمبيوتر، ونتأكد اهي اهي زي الفلاشة بالظبط اهو، تمام. بس دي مش فلاشة، حتى لو فتحت لكم الاوبن ديفايس اهو، تمام اهو، تمام، هي دي. طبعا هي بتكتب على يو اس بي، على اساس انا موصلها بايه، بمدخل يو اس بي، لكن هي هارد، تمام. طيب دلوقتي احنا ملقناهاش ظهرت هنا زي ما قلت لكم اهو. دلوقتي بقى ممكن نستخدم معاها ايه، برنامج الوين هيلب، تمام. بس عشان البرنامج يظهرها ويتحكم فيها زي ما انت عايز، بتشغله ران ادمنستريتور، ران ادمنستريتور، تمام كده، run administrator اهو، ندوس عليه نقول له اوكي، تمام اهو. دي دلوقتي واجهة البرنامج اهي، تمام. لو انت دلوقتي عايز تشوف الهارد بتاعتك تختارها، تمام، بتدوس select drive هنا اهو، بيجيب لك كل البارتيشنات او الهارد المتصل بالكمبيوتر، حتى لو في فلاشة هجيبها لك هنا. فانت لازم تخلي بالك جدا وانت بتختار. انا عندي يعني دلوقتي انا عندي الهارد بتاعتي 80 جيجا، تمام. اوريك لازم تكون تعرف الهارد بتاعتك اولا من الحجم، تاني حاجة بتبقى هنا هي اخر واحدة هنا، لما تفتح السيلكت درايف دي بتبقى هي اخر واحدة،
حتى لو مكتوب عليها بي اي سي، ما انت ممكن تجيب هارد لسه جديدة هتلاقي مكتوب عليها بي سي، مش هتلاقي. فانت بتختارها من الحجم، الحجم 74 اللي هو ايه 80 جيجا دوت. طبعا في حبة بتشالوا للسيستم. لو بصينا فوق كل الهاردات كبيرة اهي، لكن ده هو الصغير ومكتوب جنبيه اهم حاجة بي اس 2. طبعا هو مكتوب جنبيه بي اس 2 لو انت استعملته قبل كده، لكن لو ما استعملتوش قبل كده يبقى مكتوب جنبيه بي سي زي دولت بالظبط. فلازم تتأكد كويس جدا من الارض بتاعك عشان ما تفرمطش حاجة او تعمل اي تزويد لعبة بقى او تمسح حاجة في اي هارد تاني، طبعا هتوقع الكمبيوتر بتاعك. تمام، فاحنا دلوقتي هنختار الاخيرة ديت. تمام، الايقون اللي جنبها دي او الاختيار اللي جنبه ده الاتليست ده بص اهو، هنا لما تدوس عليه بيفتح لك خيارين. الاولاني ده هو تصليح الهارد، لو الهارد فيه حاجة بص اهو بيمشي لك عليه اهو. تمام اهو، تقول له ريبير كده وتقول له سيف، بيبتدي هو. طبعا لو في حاجة بص هنا كله صح، لو هو في حاجة غلط بيجيبها لك مكتوب جنبها غلط كده، ولما تدوس له ريبير بيعملها. تمام كده، فده من فوائد الوين هيلب برضو ان هو بيصلح لك الهارد بتاعتك لو معلقة او فيها حاجة او فيها اي مشكلة ممكن يعملها لك وايه خطي لك المشكلة دي. تاني حاجة هنا بنختار الاوبشن، بنتأكد ان الاوبشن 28 بت هنا اهو، اتش لودر 28 بت، وصح وصح وصح. تمام كده، حكاية ال 28 بت دي لو انت عندك الهارد صغيرة، يعني انا الهارد عندي 80 تعتبر صغيرة، هيختار لك هو ال 28. الهارد لو كبيرة داخلة في 160 واكتر، تمام، هتختار ال 48 بت. تمام كده، او هو هتلاقيه مختارها تلقائي، ما اختارهاش تلقائي انت تختارها. تمام، هتدوس له اوكي هنا، وبعد كده هتختار الهارد تاني اهو، هتلاقيه مكتوب عليها كده. وبعدين زيادة تأكيد بقى بتعمل له ايه فورمات، تأكد انها كويك اتش دي لودر 28 بت اهو، لو برضو كبيرة اهو هتلاقيه مختار 48 بت. تمام، وبعد كده تدوس له اوكي، يس يس، هتلاقيه بيفرمط الهارد. تمام كده، احنا فرمطنا الهارد. الخطوات دي طبعا للي استخدم الهارد قبل كده، واللي كمان هيستخدمها جديدة يعمل نفس الخطوات دي. تمام، عشان يبقى مهيئة ان هي يتكتب عليها او يتحمل عليها الالعاب. دلوقتي طريقة تحميل الالعاب، احنا دلوقتي جهزنا الهارد، طريقة تحميل اللعبة انت بتيجي هنا تحت بتدوس على ادت ايماج. تمام، ادت ايماج اول اختيار اهو، بيفتح لك اختيارين تاني بتقول له ايماج فايل. طبعا هو بيقول لك ده ملف ايه الايماج اللي هو الالعاب الايزو اللي عندك. تمام، بتفتح كده وتشوف انا عندي الالعاب على الاي اهي، اهي على الاي في جيمز بي اس 2، يجيب لك الالعاب كلها. تمام، انت مكان ما انت حاططها تختار. تمام، هنجرب طبعا احنا على لعبة واحدة طبعا كتجربة كده، كينج كونج اهي، هنفتحها وهندوس. اول ما نفتحها كده وتتكتب هنا تقول له ستارت. طبعا هنا قبل ما تدوس يمشي لك يعني في تحميل اللعبة على الارض، بيجيب لك خيار هنا ان انت لو عايز تغير في اسم اللعبة تعمل اي حاجة اهو فوق كده، او يعني مثلا انا اصغر الاسم ده كبير قوي كده اصغره اهو، هخليه كونج كونج بس. تمام اهو، وهدوس له اوكي. طبعا الحاجات اللي تحت دي ملناش دعوه بيها، زي ما هي دي اعدادات افتراضيه تسيبها زي ما هي، ودوس له اوكي كده هنلاقيه هيبتدي يكتب اللعبه على الهارد. تمام، احنا وقفنا التصوير اهو، احنا دلوقتي اهو بيكمل معاك اهوت. تمام اهو اهو خلص، هتدوس له اوكي. تمام، دوس له اوكي كده اهو، بعد ما دوسنا له اوكي طبعا لو كبرنا البرنامج كده اهو، اهو هنلاقي كينج كونج مكتوبة اهي. تمام،
كده البرنامج. طب انت دلوقتي عايز تشيل اللعبة دي، يعني انت عايز تشيل اللعبة دي. انا دلوقتي معلش انا قفلت البرنامج، ثواني. تاني ران امستريتور اهو، وبنختار المرة دي هتلاقي عليها بقى اللعبة. ما احنا خلاص نزلنا اللعبة. طب افرض انت عايز تمسح لعبة، بتيجي كده بكل بساطة تعلم عليها طبعا. لو عندك كذا لعبة هتعلم على الالعاب اللي انت عايزها او لعبة واحدة زي ما انت عايز، وتبص تحت كده تلاقي، هنمشي يعني كده هتلاقي ريموف اماش اهي، رابع واحدة ريموف اماش دي، لو دوست عليها هتشيلك اللعبة على طول. تمام وكده تمام اوي، يعني هتلاقيها شالت اللعبة وخلاص. عايز تجرب؟ نجرب اهي. هتقول له ايه؟ يس. بيقول لك هنا are you sure، يعني ان انت عايز تمسح اللعبة. تقول له يس، اللعبة اتمسحت. تمام. لو احنا اضفناها تاني، ادي الدمج اهي. تمام اهي كينج كونج برضو نفس الحاجة اللي احنا عملناها اهي. انا مثلا عايز اصغر اسمها، دي براحتك، دي اختيارية يعني مش لازم تعملها. تمام اهي ابتدى يكتب اهو. برنامج جميل جدا وبيساعدك في حاجات ياما. طبعا الالعاب بقى، انت لو عندك 10 العاب 20 لعبة، انا عندي 30 لعبة هنا شايلهم. لو انا عايز اعلم عليهم كلهم كده مرة واحدة، هو بقى يقعد يكتب مع نفسه لغاية ما يخلص خالص، هيقول لك اوكي خلص 30 لعبة. هو بيخلص لعبة يخش على التانية طالما انت ايه مختارها له. تمام كده اوكي اهي. كتب التاني اهي. تمام بنغرق بقى من البرنامج اهو. دلوقتي احنا خلصنا الهارد بتاعتنا وعليها لعبة. دلوقتي لو شغلناها هنشغلها على الكمبيوتر. طبعا عندنا برنامج الفري ام سي بوت على الميموري. تمام في الحلقات الجاية طبعا انت دلوقتي هتشغلها على الفري ام سي بوت، هتشغل فريم سي بوت على الميموري، وهتجيب وفاكرين برنامج فانتونا برضو؟ صدقوني انا لسه بعيد يعني عن حتى الفيديوهات ما رجعتهاش، فبرضو بفتكر معاكم الفانتونا برضو بيشغل الالعاب التو في اي فري ام سي بوت في اوبل، هيشغل لك العاب التو. تمام يعني اللعبة دي دلوقتي لو انت شغلتها على البلاي ستيشن هتفتح الفانتونا، تنزل على اوبن بيس لودر. تمام وهيفتح لك اللعبة وتشتغل عليها. وتمام انا دلوقتي بقول لكم الفيديو ده بس كان دلوقتي احنا عشان رجعنا، انا كنت في الظروف يعني مش حلوة خالص، والحمد لله عدت وتمام، ومشغوليات برضو كده. فانا بقول لكم ان احنا هنواصل فيديوهاتنا، والمرات الجاية نتعمق في شغل الهارد اكتر، السوفت وير بتاع الهارد، وممكن هوريكم كمان ازاي بنسلف عليها هي الالعاب من غير الميموري، يعني حاجات كتير. ولو الهارد بتاعتك علقت او ضلمت دي بتبقى عند مشاكل عند ناس كتير قوي، وناس كتير بتبعت تقول انا الهارد بتاعتي معلقة او الشاشة سودة. طبعا المشكلة لو من الهارد، عشان دي في كذا سبب ليها في الجهاز البلايستيشن، لكن المشكلة لو في الهارد ده بيبقى سوفت وبتبقى سهلة جدا، وهوريكم الطرق بتاعتها. بس انتوا بعتولي في التعليقات وشجعوني، وانا بتأسف لكم مرة تانية على التأخير، وبإذن الله مش هيبقى في انقطاع تاني، وربنا يسهل كده وايه وانظم نفسي كده وانزل لكم الفيديوهات اللي انا مجهزها بإذن الله. واشوفكم بقى على خير الفيديو الجاي. شكرا.